موجز الأخبار من تلفزيون وطن، أهلا بكم. أكد القيادي في حركة حماس محمود الزهار أن التعاون بين حماس ومصر هو تعاون أمني منطقي يهدف إلى ضبط الحدود. كما أكد الزهار أنه لم يتم إثبات الإدعاءات التي تتهم حماس بتدخلها في الشأن الداخلي المصري، ولم يتم تقديم أحد من الحركة للمحاكمة. فتحت زوارق الاحتلال الحربية صباح اليوم نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه قوارب الصيادين على بعد 3 أميال غرب منطقة السودانية، ولم تسجل أي إصابات. أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود عن تعديل ساعات العمل على معبر بيت حانون إيرز خلال الأعياد اليهودية، حيث سيعمل المعبر منذ غد الأحد وحتى الثلاثاء من هذا الأسبوع حتى الساعة 7، ويغلق مساء أمام حركة الخروج من قطاع غزة من صباح يوم الأربعاء 11 من أكتوبر وحتى يوم الأحد الذي يليه بشكل كامل، ويسمح فقط للحالات الإنسانية. أعلن مركز أسرى فلسطين للدراسات أن سلطات الاحتلال خلقت منذ اندلاع انتفاضة القدس قبل عامين ذرائع جديدة لتبرر اعتقال الفلسطينيين، كان من بينها الكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي. ورصد المركز 450 حالة اعتقال على تلك الخلفية، بينهم نساء وأطفال. أخيرا إلى حالة الطقس، يطرأ غدا ارتفاع على درجات الحرارة وتصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى صاف وخريفيا عاديا نهارا ومائلا للبرودة ليلا، ويحتمل تساقط زخات محلية خفيفة من الأمطار على بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا. مشاهدينا، وصلنا إلى نهاية الموجز. المزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني وطن.tv. في أمان الله.